غادي لي الشرف اني نقدم بعض فقرات هذه الامسيه وهذه السهره الفنيه الكبيره، طبعا اللي كتدخل في اطار الدوره الرابعه لمهرجان تيفلت. حاجه كنشكر اداره المهرجان تيفلت اللي كنت بصراحه مهرجان جميل جدا تنظيميا، والجمهور ديال تيفلت اللي حصل لي الشرف اي فنان في المغرب يتمنى يكون عنده هذا الجمهور يحضر له لانه جمهور راقي جدا. وتنظيم المهرجان اصلا التنظيم ديالو هو كيدوي عليه لانه تنظيم رائع جدا، بدايه من دخولنا الى ارض تيفلت والصعود على الركح ديال المنصه. وكنقول للناس اللي الناس ديال المهرجان كنشكرهم وكنشد بايديهم وكنقول لهم مازم التالق والنجاح. بالنسبه هو كاين جديد ان شاء الله اللي غيكون هو ان الفيلم الغنائي مع المخرج العالمي ادريس الروخ ان شاء الله، فيلم اول فيلم غنائي مغربي شعبي عروبي ديال المغرب، غيكون ان شاء الله بدايه من نهايه هذا الصيف، لانني انا التزامات ديالي في المهرجانات وان شاء الله غنطرحوه ان شاء الله في النهايه ديال شهر 9 وبدايه ديال شهر 10 باش يكون متاح لجميع الصحفيين وجميع الناس، لان كاين تنقلات وكاين سفريات وكاين كونجيات، اضطرينا باش نديروه بدايه في المغرب عاد ننتقلوا للمهرجانات الدوليه خارج الوطن ان شاء الله. الجمهور ديال حميد السرغيني انا كنشكرهم دائما، كيحبوا حميد السرغيني الهوائيات الفنان اللي كانت انا اولا الجمهور غزال تمنيت ما نزلش، ولكن نظرا لضيق الوقت ونظرا لان التزامات ديالنا ديال الفيستيفال خاصو واحد التوقيت اللي يكون انا يلاه سخنت، لان حميد السرغيني عنده الجمهور ديالو، جمهور هوائي، جمهور كينشط وتيبغي يكون في كيبغي يتفرج في حميد السرغيني وكينشط وكيفرح والاغاني المسرحه السواكن البراويل، وهذا هو الشرف ديال حميد السرغيني. انا الجمهور ديالي الحمد لله ديما مساندني من البدايه ديالي حتى ان شاء الله. جمهور تيفلت الا قلت شي كلمه نقولها قليله في حقه، لانه جمهور بصراحه جمهور راقي، جمهور متجاوب، جمهور ديال المسرح، جمهور ديال الفرجه، التجاوب ديالهم ما لقينا حتى ادنى مشكله، جمهور حافظ الاغاني تيبغي يتسنط ويمشي في واحد الاريحيه. والحمد لله تنظيميا انا شفت مباشره لانه كيضاهي المهرجانات الوطنيه، الفضاء هو اللي كيشجع الفنان باش يعطي احسن ما عنده، وكتحس براسك تقدر تادي الاغنيه ديالك ولا كشاكيل اللي كنتي محضر. ولكن اليوم بصراحه حميد السرغيني دائما لا يحضر في المهرجانات، كنبغي نشوف الجمهور اش كيبغي، وانا جسيت النبض ديالهم، جمهور بغى الفراجه، بغى الكوميك، بغى المتنوعات، بغى لان بالنسبه للساحه هي عطات فضاء جميل جدا، لقات الناس لقاو الاريحيه ديالهم باش يتفرجوا بحميد السرغيني، والحمد لله هذا هو الفضل ديال الجمهور ديالنا اللي هو راس مالنا، هو اللي كيخلينا نزيدوا نبدعوا ونزيدوا نعطيو الجديد باش دائما يبقاو ورانا. وهناري هو جاب الحمام نتا عند الغراب، ونوانا وعن سما نزل مشي في التراب، وفي قلبك يا مبراس يا وشاب ركنا وحدي كرديري وراهك القمرة ندوات وياني.
عبد الله بن شرادي يوسف قريران من طرف مجموعة حسبة غروف. اليوم صراحة كان لنا الشرف كبير 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 بزاف أننا نلعبوا قدام جمهور ديال تيفلت، وصراحة ما توقعناش هاد الحرارة وهاد لاشاليغ اللي غادي تكون مبارطاجي مع البوبليك. صراحة صدمنا بزاف، ما توقعناش أننا غادي زعما يحيحوا معنا زال الدرجة هذه. وكما قلت لكم صانو فيها ان كرون بليزير باش نكونوا بارتي من الناس اللي فرحات الجمهور ديال تيفلت. هذا من جهة أخرى صراحة واحد القضية زعما عجبتنا شخصيا ملي حطينا رجلينا في تيفلت، لقينا واحد الحرارة ديال الاستقبال اللي كانت طالعة بزاف لا فيغيتي. واللي عجبني بزاف هو لو كوتي بروفيسيونيل فيستيفال من هذا الحجم بهذا الحجم ديال البوبليك. بالنسبه للمعايير سواء التقنيه ولا الفنيه كانت طالعه بزاف، كنا فريمون ساتيسفي. تنشكروا البوبليك بزاف، كنشكروا الجهات المنظمه، تنشكروا الامن، كنشكروا كل من ساهم من قريب ومن بعيد في انجاح هذا المهرجان. وهذا مكسب كبير لمدينه تيفلت. انا وشفنا احنا اولاد العروبيه وعزيز علينا التبوريده، ولا فيغيتي ما حسيناش بروسنا دي زارتيست، حسينا بروسنا في بلادنا الاتموسفير ديالنا اكزاكتومون هو اللي تنبغيو. دونك نتمنوا ما تكونش هذه المشاركه الاولى، نتمنوا مازال نعاود نتلاقاو ببيبليك ان شاء الله، نتمنى يكونوا دي زيديسيون اخرين عاوتاني هذا الفيستيفال هذا، حيت صراحه الجمهور والناس ديال المدينه يستاهلوا تظاهرات بحال هكا وصراحه يستاهلوا اكثر. هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.